الكل عارف ان الفول نبتة مرة يعني ذات رائحة عطرية جميلة وآسرة ومشتهرة فيها دائما يعني منطقة جازان. ومنطقة الجنوب كلها. لا جازان. جازان بالذات. نعم لإثبات الحقائق ولتعديل المعلومات جازان فقط. تمام. فأنا حاب بعض التقرير بسيط جدا رغم إنه الفل. أيوة لو أعمل عنه 100 تقرير ما يكفي. ماشي. لأنه سيرته عريقة وتفاصيله جدا كثيرة وجميلة. بشوف التقرير هذا ونرجع. بسم الله. تفضل. الفل في جازان سيرة ذاتية أولية وتعريفية للمنطقة. أصبح الفل جزءا لا يتجزأ أبدا من منطقة جازان، فله نصيب من اسمها فنقول فل جازان، ولها نصيب من اسمه فنقول جازان الفل. حكايات من الجمال وفصول من الفرح وقصة عشق قديمة تفوح بعبق ردائم الفل. سعي حثيث لوزارة البيئة والمياه والزراعة لإحداث نقلة نوعية في زراعة الفل والانتقال من مرحلة الزراعة والتسويق التقليدي إلى مرحلة التصنيع والتصدير المحلي والخارجي. عملية تقطير الفل مرحلة نعد فيها احنا أول شيء نجمع الفل، ثم المرحلة الثانية نضع في خزان خاص بالتقطير، المرحلة الثالثة التكثيف، المرحلة الرابعة تقطير الفل. بعد كذا ندخل في الصناعة التحويلية، لما يطلع عندنا الزيت الخام هذا نقوم بمواد إضافية مثلا زي احتفاظ اللون، احتفاظ الرائحة، يعني أكثر من مادة عشان نحتفظ. أول شيء هو مش عندك تركيز، إذا احتفظنا بالمادة تركيزية خلاص نركب. طبعا تركيب الفول يأخذ مني يمكن أقول لك 60-70-80 يوم إذا وصلت للمرحلة أو الجودة اللي نحتاجها في ريحة الفول الطبيعية. أكثر من 300 ألف نبتة فل تنحدر من بيئة خصبة وموروث اجتماعي يملك مكانة وأهمية بالغة لدى المجتمع في جازان، لذلك نجده حاضرا في كل مناسبة ينثر الجمال ورائحة البهجة ويلفت الانتباه بعقوده المتدلية ورائحته العطرية. يا ساتر والله اني مسحور بجمالك يا جازان. الله هذا وانا عارض التقرير احس اني كذا يعني سبحان الله ما شاء الله. لكن معلومه جديده صراحه بالنسبه لي انا، انه اصلا منطقه جازان هي المنطقه اللي يعني مهتم كثير بهالشكل هذا بالذات بزهره او نبته الفل. انا صراحه معلومه مره جديده لدرجه اني انا ظنيت انه اصلا يعني اغلب المنطقه الجنوبيه يعني مهتم بهذا الشيء. قول لي يا اسامه. شوف معروف ان جازان فيها مثل شهير اللي هي جازان الفل مشت الكل. الله. نعم الفل في جازان يعني كأنه شيء توارثه الأجداد والآباء وشيء متأصل فينا، ودائما نقول يعني نربط الفل بجازان ونربط جازان الفل، فنقول فل جازان وجازان الفل. الله. يعني هي دائما علاقة عريقة جدا. لن تجد أي امرأة في جازان لها مناسبة زواج أو أي شيء إلا وعندها الفل. بمعنى أصح الرجال اللحم النساء الفل. شفت المفارقة هذه إنه قد إيش الفل مرة مهم عندنا في جازان في المناسبات والأعياد والأفراح. شوف أولاً جهود وزارة الزراعة بالفل مرة كبيرة لأنه يعتبر كمنتج أساسي مثله مثل المانجو مثل يعني مثل العسل مثل البن. يعني هذول الأربعة معروفين في جازان أنهم هي أشهر منتجات جازان اللي تصدر يعني خارجياً. ممتاز. فمهتمة اهتمام كبير جداً وتعطي دعم حتى للمزارعين وللمزارع. وجازان الآن على طور إنشاء 6 مدن. ست مدن لزراعة الفل. الله. ست مدن الله. لزراعة الفل بالكامل. أقل مزرعة تلاقيها في جازان أقل ممكن مزرعة تزرع فوق 1000 شجرة. ما شاء الله. حلو. فلأنها شجرة كبيرة، أتكلم كبيرة يعني بأعدادها، لكن هي تقريبا قد هالحجم. لون الفل دائما أبيض وصغير، ترى مو بكبير، ما له الوان مختلفه، ابيض فقط، ابيض اصفر أبيض. ما في الأصفر. ابيض فقط ابيض. طيب احنا نشوف ناس ما شاء الله شفت في التقرير يكون الفل مثل عقد، ايه اللي هو نسميه الكبش. يا سلام عليك، هذا قلته بالتقرير كبش، احنا نسميه كبش الفل اللي يجيك العقد اللي زي هنا. هذا العرسان النساء في المناسبات دائما يلبس. طبعا النساء ترى حتى لدرجه انهم يشكلونه على الراس باشكال مره خرافيه، يعني يشكلونه على شكل دائره وعلى شكل يعني داش انه في يعني الفل كذا
يتناثر كذا على شعر المرأة، بس عليه ريحة عن 1000 عطر.